عليكم المشاهدين الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. دابا ان شاء الله غنمشيو للكورنيش المشاهدين الكرام مع هاد الشتا المباركه. كما كتشوفوا الشتا الحمد لله راه كطيح، وحنايا فرحين بهاد الخيرات ديال الله سبحانه وتعالى. خليكم معايا غادي نديرو فهاد يعني الخيرات ديال الله سبحانه وتعالى الكورنيش، ندير واحد الدوره يعني فهاد الشتا. خليكم معايا. المشاهدين الكرام مع هاد الشتا الحمد لله اللي كطيح دابا. وقت الشتاء وشوفوا الجو باقي مغيم، راه مازال ان شاء الله غطيح الشتاء من هذا. انا الجو مغيم باقي، راه ان شاء الله الشتاء راه في الطريق يعني مجهده بزاف باذن الله. داكشي اللي كنتمناو لان الدنيا مغيمه بزاف. يلا يعني بدات كطيح دابا، وقلنا غادي ندير واحد الفيديو للمشاهدين الكرام بعدا يسمعوا بالله بلادهم راه فيها الشتاء. الحمد لله كما كتشوفوا، خصوصا الناس اللي في الخارج كيعرفوا كيخصهم يعرفوا يعني على بلادهم كل شيء، خصوصا الشتاء يعني كل شيء داكشي اللي خصو بنادم يعرفها على بلادو. كما كتشوفوا الجو ان شاء الله ديال الشتاء، وربي يرحمنا ان شاء الله. الشتاء الحمد لله راه كاينه كما كتشوفوا، راه قبيله تحت بجات شويه دابا نقصات شويه كما كتشوفوا. ندخلوا شويه هنايا ونزيدوا لقدام ان شاء الله. ها كما كتشوفوا يعني كلشي راه خاوي دابا مع رمضان، تا ان شاء الله يفوت رمضان نجيو نديروا شي انا شي قهوه وناكلوا شي حاجه ان شاء الله باذن الله. Thank you.
مازال هي بدات كطيح الشتاء عاوتاني الحمد لله. راه الشتاء كاين وزنا لكم الكورنيش المناظر اللي فيها نعم سيدي ومع الشتاء المباركه والحمد لله. هذا من فضل الله لان الحمد لله راه كاينين الناس اللي كيبغيو يشوفوا هذه المناظر هادو الصراحه مني وجبد انا كيعجبني نشوف هذا المنظر هذا الصراحه. المنظر راه غالي صراحه هذا المنظر راه يعني شحال ما عطيتي فيها راه ما تخلصوش صراحه. هي دوره وحده راه كما كتشوفوا المشاهدين الكرام بغينا ندير لكم واحد الفيديو يعجبكم باذن الله. حنايا غادي ندورو من هنايا خليكم معايا غنشوفوا الجهه اخرى عاوتاني لان من جينا دابا ماشي بحال يعني الرجوع لان الرجوع على شكل عاوتاني في واحد المنظر اخر عاوتاني. شوفوا غير من هنا شوفوا تبارك الله المنظر كيف داير يعني واحد عنده واحد الوجه اخر كما كتشوفوا. خليكم معايا لا تذهبوا بعيدا مع هاد الشتاء المباركه كنتسراو في الكورنيش مع خيرات الله. ايوا تمتعوا معنا المشاهدين هكا تمتعوا معنا تبارك الله كيف داير انا يا واحد الربيع ما شاء الله الصراحه. شوف على مناظر اخوتي شوف على مناظر كاينين في الكورنيش حنا درنا لكم واحد الفيديو اللي غيعجبكم ان شاء الله. وما تنساوش تدعمونا الله يجزيكم بخير بارطاجيو الفيديو وديروا لنا لايك الله يجزيكم بخير وحتى اللي ما اشترك نتمنى ان شاء الله يشترك في القناه لان كنشوف خصوصا في القناه اخرى. ما تنساوش تشوفوا قناه اخرى المشاهدين الكرام لان القناه الاخرى ديال الريفي كنهضر فيها غير بالريفيه يعني إلا دخلتوا لكسميتو الكوميونيتي غادي تلقاو تما فيديوهات ديال القناه اخرى ودخلوا للفيديوهات ودخلوا حتى القناه كامله تشوفوا الفيديوهات اللي يعني اللي فيها اللي فيها الفيديوهات راه مختلفين عن الفيديوهات اللي كندير هنايا في هذه القناه هذه غيعجبكم بزاف. واخا كاين شي الناس مثلا اللي ما كيفهموش الريفيه ولكن مع ذلك فيديوهات غيعجبوا لهم لان كاين شي فيديوهات زوين ما كاينينش في هذه القناه هذه لان القناه راه جديده ماشي بزاف هادي شي شهر كنت حتى اللي دابا راه كملت عليها. نتمنى تبارطاجيو
الفيديو تاع اخوتي خصوصا اللي كاين في القناه اخرى، لان في المشاهدات قلالين، وفي عاود ثاني حتى كيسميتو حتى اللي مشاركين يعني في القناه، المشتركين راه قلالين بزاف. نتمنى ان شاء الله يشتركوا معنا في القناه اخرى وحتى في هذه ان شاء الله. وعواشركم بروكه، رمضان مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.